سلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة وبركاته. من هو أما بعد، اللهم حقق آمالنا في حبك ومغفرتك وسترك وعفوك ومنك وعطاءاتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، إن شاء الله ربي يوفقنا في فقه بعض أسرار هذه الآيات التي وردت في سورة النجم. يقول رب سبحانه وتعالى، نبدأ بآية 33: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما بقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم. ربي سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت الذي تولى، يعني هي سنة الله في الخلق فقلين. فلا أغلب الناس واقعين في هذه الصفة. أفرأيت الذي تولى، يعني الإنسان يتولى حين جيل الحكمة الإلهية والبلاغ المبين وجيء التنزيل يتولى، لأن هنا أقف، قال لكم مش أحكم فيها أنا رب، لا 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 ليس هناك موجود سوى، يعني يتولى يكلاك للطلان يسيد الدور، يتولى ويخسر الدنيا والآخرة، وربي ما ظلم أحد. لماذا حين يأتيك نبأ عن وحي إلهي أنت تنكر ذلك وتسرع في التكذيب؟ من أين لك أن تكذب وتنبري خصما لله؟ من أين لك؟ أنت كنت لا غير موجود، ثم أوجدك الله وخلقك وسواك في بطن أمك، ثم ولدت، ثم ربيت، وعلى مجر، وهذا كل مكفاش يطبق شوية بالعبودية وتسليم لله رب العالمين. أفرأيت الذي تولى، ربي سبحانه وتعالى يلفت النظر لنبينا عليه الصلاة والسلام، قل له أفرأيت الذي تولى، أي ركز في دراستك على المتولين على عقابهم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليل مش يبري روى لي وكريم، وهو ما أعطاها حاجة إلا زهيدة من مما يملك، سواء كان حكمة، قول حسن، مال، ما لا ينزل عن دين على في عنق غيره. أفرأيت، هذا من الدول الفاسقة الكل تصنع به نفس الآية. إذا كان هنا الآية والآيات تركز على الفرد، لكن في الحقيقة مجموع الفرد يخلق أمم يستبغوا بما يستبغ به فردهم، يعني الأكثرية الغالبة عادة. ونبينا عليه الصلاة والسلام
يقول ما معناه كلمة تكون ولا عليكم، يولى عليكم أي مش رأسكم فقط، ولكن يصيبكم زاد. ملا أنتم مرجعيتكم أكل شخصية القاعدة لا برسولتي باز ولا بازا. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطاه شوية باش يسحر الناس، يمسك رقابهم، يشعروا من يوم متابعين لي والفضلوا ما يجموش يستغنوا عنه. هلا أقول أعطى قليلا وأكدى، بعد جمد كما تقول أنت جوا كلبك يتبعك. هذه سياسة الدول الفاسقة كلها. لم يظهر في التاريخ عموما دولة كانت مغايرة لكل الدول إلا حين حكم بعض أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، من قبيل يوسف عليه السلام، ومن قبيل داود عليه السلام، ومن قبيل سليمان عليه السلام. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ناقشوه ونزعوه في السلطة، وكانوا أغلب الأحيان يسرعون في إيذائه وفي وصفه بما لا يليق. فلا يقول له أنا موسى بالبرص، ولما جاء ربي وراه من يوم أفسق الناس وأكذب الناس. على كل حال وأعطى قليلا وأكدى، فلهذا من ضمنها كان الدولة الإسلامية هي تعطي الكثير ولا تمتنع عن معاونة تعاون الغني والفقير، يكونش حتى من أهل الكتاب، يكونش من أهل الكفر مؤلف قلوبهم، يعني تخليه الزكاة توصله وهي زكاة مال حلال جلبه أهل الإسلام، يوصل مؤلفة قلوبهم، لأن هذه هي الدولة الوحيدة التي أنا ذكرها لم يغيب عن أحد، وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى. إذا كان أنت مش تكذب وتعمل الخدمة الشيطانية دي، تنفق القليل باش تمسك الكثير من رقاب الناس، هل عندك الغيب؟ خلي ماكش عارف اني بعد ما تعمل فيه وتنوي فيه شنو باش يرد عليك. الله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا يجب ان يغفل، ولا تنام عينه ولا ينبغي له ان ينام. الله رقم حسيب تحب ولا تكره. لهذا يقول عنده علم الغيب فهو يرى. تو تكذبوا، لكن عطيني انت لماذا الرئيس فاسد وانت رئيس دولة فاسق امثال السيسي وامثال الكلب الشام، يعني عندكم الغريب عارفين نهايتكم شكون تراو فيها؟ انتم تقوا ربي ما لم يقتل الاخرين، هو غريب ربي سبحانه وتعالى مسمى غريب الا غائب بامر الرحمن. اي الساعه ما لم يعرف وقتها الا رب العالمين، بعيد الغيب كله عند المولى، سواء كان في الدقائق او في اعظم الامور. عنده علم الغيب فهو يرى، يعني يسخر من المرء. عنده الخبير يسألك، عنده هالجاهل هذايا المتغطر المتكبر، أنا ربكم فاتعون، ولي في معصمي معصمي أساور من ذهب وفضة. يعني أنتم تسحبوا بالناس بمظاهركم للباريت، لكن الباريت هذاك هو الحقيقة نكال بيكم. ربي سبحانه وتعالى يزيد عمكم على عمى، يزيد منا غضلتكم على ضلالة. اللي في بالكم اللي انتم فيه من سيطرة ومن سحر ومن تمسوا على الناس، راهو هي الحقيقة لحظة من عمركم وتنقلبون إلى أتعس الأحوال التي يجب أن يمر بها الإنسان. لا فائدة بالتطوير. أعند علم الغيب فهو يرى، أولم ينبه من نفسه. وموسى هنا يزيد ربي يركز على جاهله. خير التاريخ مش يتنساه الكل، هذا ما سوق إبراهيم وموسى، هذا هو الصحب اللي تبلات هذوما تنكروا اللي يكونوا توجدوا اللي فيها. مثلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عنده 10 أوامر يديكم ودموا 10 سهل حفظها، لكن من يعرف قيمتها ويحققها في حياته ولو حاجة محتشمة. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر هاو من الحقائق اللي تجدوها
في صحف موسى وإبراهيم وموسى عليهم السلام، ألا تزر وزيرة وزارة أخرى، وأن يقولن كل شام علقة مكرحة. يعني يا ربي ما يسألكش عما صنعه غيرك، ثم لا يسقط ما صنعته في الدنيا إلا لما يريد أن يسترك فقط. أما إذا كان ناقص حساب الآية دي مش كون ما العيد ولا تذكرها زيادة ألم لك وحسرة لك، ألا تزر وزيرة وزارة أخرى. ما هوش الرقيبان فقط باش يتكلموا، جسد يتكلموا، الطب وصل العلم الى درجه كبيره ان يكون كل جزء من النطق اللي فيك يسجل كل ما مر بخليلك ودخل على مؤامراتك وصاحبك بطلان حديثك، وهذا مجرد الكل مسجل. يوم القيامة تقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. رغم أنفك ستناقش الحساب. أما اللي جاء أخلا تناول كتابه باليمين فهنيئا له، من عرف بالرب وعرف كيف يتوضا الله ويسجد ويركع وهلم جرى، ويقول سمعت وأطعت. لكن اليوم العياذ بالله مسلمين مدعين الإسلام وغيرهم اللي كفرهم صراح، كلهم عندهم هما ثم حقيقة إلا ليقولوهما وليعتقدوا بهم. لا، هذه أباطيل، ورب سبحانه وتعالى لا يبارك فيها ولا في أصحابها. ألا تزر وزيرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سعيك مش تلقى ثمرات خير ولا شر، وأن سعيه سوف يرى، أي يراه الشهداء أو الشهيد، والله سبحانه وتعالى هو من تكون كنت هي التي لا ترد، هو الله يوم الحساب، وإذا تبدو الشمس من الرؤوس والناس تطول عليهم مدة الانتظار دوره في الحساب، العياذ بالله والعياذ بالله، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ربي سبحانه وتعالى مش يظلمك أنت ولا غيرك، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن يا ربك المنتهى، يعني رجوعك إلى الله لابد منه، ولا تستمع يوم الدين، لأنه يعني وعد به ربي وش يكون فيه حساب من طرف العادل سبحانه وتعالى، وأن ليس وأن يا ربك المنتهى، وأن هو أضحك وابكى، تصرف في خلقه ورب هو اللي يتسبب في ضحكك، سواء كان ضحك شرعي ولا ضحك تاع الناس حمق والعياذ بالله، كما تقول انت لقد ضرب فارس يضحك وهو ماشي كما يقول في الدنيا فينا هذيك ماشي الجنه، وانه هو اضحك وابكى، وانه هو امات واحيا في الامر، هو خلق الحياه الموت والحياه، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى، هل الثنائيه دي شكون كان سبب فيها؟ مش ربي بحكمته كي يوقع التكاثر ويوقع الانعام ويوقع الحساب، وانا ما جرى، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى. هنا برا نشوف علم الوراثه، علم الجنين، وانا ما جرى نشوف مش ياخذ عن ابوه مع امه من نطفه اذا تمنى، هي حاجه بسيطه ماهين في باله هو هذيك اللحظه، هذيك لحظه لذة ما وراها شيء، لا وراها معجزات وراها حسابات، وانا ما جرى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، يعني ربي يرجع إليه النشأ الأول والثاني، وليس النشأ الثاني بأصعب عند الله من الأول، وأنه هو أغنى وأقنى، يعني هو اللي لكم عندكم ثراء علمي ولا ثراء مالي ولا ثراء معرفة ثراء سلطاني ولا حاجة، وأنه هو أغنى وأقنى، هو اللي خلى تحسبهم أغنياء من التعفف، خلاهم يصبروا وراضين بحكم الله. هؤلاء كذلك هم تحت أمر الله ويتمتعون بما اختاره الله لهم، لأنه يقول احنا رضينا بما ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء اللي أنتم قبائل تمنوا ب النجم الفلاني رب لكم، وهذا المجر سيريوس هنا شعر سيريوس، وانه اهلك عاد الاولى قلت بالك ما هي
الأمم الفاسدة هو الله، وأنه أهلك عاد الأولى، ولأنه انتظر يا ولايات متحدة وجريت بريتن وكل انتظروا انتظروا، وهذا الشيء الذي سيقع لكم كما وقع لأسلافكم، وأنه أهلك عاد الأولى وأوروبا وأمريكا اللي بالهم البذخ اليوم فيه والاصدقاء فيه بالهم دائم لهم، ونساوا وتناسوا ما بهم الظلامي وقت اللي كان لبومبار وغيره، وكيفاش كانوا متأخرين في أمور الطب ومتأخرين في أمور النظافة ومتأخرين في أمور الحضارة بصفة عامة. وأنا هو أغنى وأكبر قد ترجع أموركم أتعس مما كان في تاريخكم المظلم، وأنا هو أغنى وأقنى، وأنا هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، هذا عرش ولا يتحدث به كثيرا، وقوم نوح تعرفوا قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام والفلك، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، هم تفلوكوا في تعنتهم في وجوه الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، قعد فيهم سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة وما فات فيهم شيء، 70 ونيف أنا تبعوا فك المدة ديك، شوف صحت الراس وتوصل انت مش حط راسكم انتم تعني شيء قدام مش حط راسكم بعيهم انت ادفه عند الله وانتم اجهل عند العارفين. وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم وابقى والمؤتبك اهوى، هي صدوم وغمار تلمنا كما تو قالوا مارياش بوتوس نسيتوا الامن الناهي الله بديتوا تشرعوا انفسكم قلتوا حتى الجنسين المثليين عندهم حق باش يتزوجوا الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لكن انتظروا قليلا اللي خلاكم تصلوا باش تقنوا الامور هذيا هو فسادكم اللي هما في الطليعه اللي هما في السياسه، ومن معنا رضخ لسعرهم كذلك ستعذبون وتخرب دياركم ان لم تتوبوا. والمؤتبك تاهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء رب فبأي آلاء ربك تتمارى، أني من علامات الربوبية علامات الرحمة وعلامات الخير وكذا، أني منهم دخل تحت مجهر شكك ما عندك حتى حق يا بشر ويا جن، فبأي آلاء ربك تتمارى كما في سورة الرحمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، quelles sont les faveurs de votre Dieu qui sont mises en doute, mises en cause. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى، يعني النذير يتكرر، يعني ما يشكم أنتم نوع خاص، لا نوع يتكرر، وكما تكون أنت نسخة مطابقة للأصل، هذا نذير من النذر الأولى، أزفة الأزفة أي الدنيا على نهايتها، الأزفة هي الساعة التي ستحسم، أزفة الأزفة، أزفة أي اقتربت، القريبة الأزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ما محت حد شيء يجليها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أفمن هذا الحديث تعجبون، أي هذا السر القرآني تعجبون، من أش تعجب هو أولا الله أراد ذلك أن يبلغ كلامه، وثم أعطاك تحديات ثلاث ولم ترفع منهن واحد. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، تضحكون قليلا وتبكون كثيرا، يعني كان جيت تفهموا تضحكوا بسبب رحمة الله وابكوا على ما ينتظركم العذابين وأنتم سامدون، يعني كل حينكم في النوار يرتع وأنتم سامدون تحطوا فيما لا يجب الحديث عن المرء الذي لا يجب لابد أن نضعه جانبا ولا نكترث به ولا نهتم به ولا نضيع وقتنا في شأنه، لأن وقتنا ياسر ثمين، يخلينا هو أداة كي نقترب من الرحمن ونرضيه كل كلام الرضا ونحب بدون حدود على المجر. فاسجدوا لله واعبدوه، وآخر ما ختمت به هذه السورة الكريمة اركع واسجد تتم عبادتك على احسن الاحوال. بروستيرنيفو اي ادوني فوتر مات سنيور، يعني تعبدوا ربكم الذي لا شريك له ولا شك في وجوده، افي الله شك، والسلام على من اتبع الهدى.